عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تفضل. لا سمعتوا هبة ميديا وهبة برس يعني شاركت معكم في هذا الجمع المبارك. بعد جهد جهيد 3 سنوات رأت النور. ما هي الأفاق المنتظرة؟ والله أول شيء تنشكر الناس اللي هما حضروا من تكبدوا لعناء السفر من جميع جهات المملكة، ورات هذا راه أنتم خير دليل على هذا الأمر هذا حتى لا يقال القائل. وتنشكر هبة بريس، تنشكر المرابط الإعلامية اللي هي كلها جات وواكبت عندنا الحدث. والله دابا حنا الفرحة كبيرة وتأمر عدة أشياء، ولكن بالنسبة دابا اللي عندنا إن شاء الله اللي خصنا نستعدوا، أول حاجة خصنا نستعدوا للألعاب الأولمبية، لأن 10 سنوات من نظر الرياضة غتصبح أولمبية. 10 سنوات كافية كما سمعتي قبيلة رئيس المرصد ديال التعليم ديال المدارس للسيد المتوكل بأن بغينا ندخلوها للمدارس باش نصلوا كنموذج كالإمارات إلى ملعب في 2025 إلى 26 يكون على الأقل 70,000 تلميذ. شكرا. ثم بغينا عندنا ما شاء الله أبطال داخل المغرب وخارج المغرب، وما غنقصيو حتى شي حد، كل مرحبا به. والحمد لله حنا في إطار تشكيل مكتب في بروكسل اللي غادي يكون المدير ديالو هو السي عبد القادر بوحيان، ومكتب اخر في امستردام اللي غادي يكون المدير ديالو هو السي مصطفى ظاهر، ومكتب في باريس ان شاء الله. هاد المكاتب شنو هو الدور ديالها؟ ان شاء الله عندنا واحد الجوله في من اللي غتبدا من 25 مارس، باش غادي نحاولوا نديروا مكاتب تما اللي هي ما نقصوش ولاد المهاجرين، لان ولاد المهاجرين عندهم سبق لنا في هذه الرياضه هذه، وفيها ابطال كثيره لا في فرنسا لا في بلجيكا، ولو الدول الاوروبيه بدات تقصيهم ولكن احنا ما نقصيهمش. غادي يكون عندنا فريقين، فريق الف وفريق باء، فريق الف من مهاجرين وفريق باء من الداخل، وشاك كاتيجوري غنديروا فيها جوج ديال الناس، واحد من برا واحد من الداخل، باش الا ما فزناش بهذا نفوزوا بهذا وان شاء الله. الحمد لله انا كان ما كما دابا الحمد لله انا رئيس الاتحاد العربي ديال رياضه الجيجيتسو البرازيلي جيونغي، ونائب رئيس الاتحاد الافريقي ديال نفس الرياضه، ومساعد وممثل رئيس الاتحاد الدولي عالميا. اذا هذه مكاسب لم تاتي هكذا، فاتت من نضال مستمر كما سمعتوا. وتنشكر لان ما كلا يسع المقام، ولكن تنشكر بزاف السيد الطربي العالمي الوزير الشباب والرياضه والسي مدير الرياضات مصطفى زروال، والممثلين كلهم من المديريات ديال الرياضه، لا السياسيين بعراب القانونيين كلهم كانوا متفاهمين وجلسوا معنا ولقينا حل. والحمد لله جلسه واحده مع الوزير ختم معنا الامر وخرجنا، وتنعاود نجدد ليه الشكر مره ثانيه. شكرا سيدي الوزير لانك نفعتي البلاد ونفعتي العباد، وهذه الرياضه جديده واستجبتي الى النداءات والخطابات ديال جلاله الملك اللي نعاود في اللقاء ديال 2015 اللي كانت في الصخيرات، تعطى الرياضه الجديده تعطاها فرصه باش تحقق ذاتها. وتنشكر الجميع وبارك الله فيكم على الحضور، واسمحوا لنا لا ميزانيتنا ولا هذا كنا ندير لكم شي حاجه افضل، ولكن الافضل هو ان يرفع راس المغرب عاليا. الله يكرمك، وهذا من شكرا سي. شكرا. البرنامج الذي نحن بصدده هو الجامع العام التأسيسي للجامعة الملكية لرياضة الجيجيتسو والكيلوكي. هذا الجامع طبعا هو ثمرة مجهودات كثيرة. والله أول شيء تنشكر الناس اللي هما حضروا من تكبدوا لعناء السفر من جميع جهات المملكة، ورات هذا راه أنتم خير دليل على هذا الأمر هذا حتى لا يقال قائل. وتنشكر هبة بريس، تنشكر المرابط الإعلامية اللي هي كلها جات وواكبت عندنا الحدث. والله دابا حنا الفرحة كبيرة وتأمر عدة أشياء، ولكن بالنسبة دابا اللي عندنا إن شاء الله اللي خصنا نستعدوا، أول حاجة خصنا نستعدوا للألعاب الأولمبية، لأن 10 سنين في إعطاء الكلمة لكل من يريد أن يدلي بدلوه في موضوع من المواضيع الذي يخص جامعتنا. الجديد في الأمر دابا هو كنظلوا الاعتراف ديال وزارة الشباب والرياضة اللي تنشكرها على هذا المنبر، وبطبيعة الحال هذا دعم كبير لنا. المؤسسات التعليمية هي مشتل لاكتساب أو لاكتشاف المواهب الرياضية، وبهذه المناسبة كنبغي نعبر على استعداد ديال الجمعية ديالنا التعاون مع الجامعة من أجل إدخال هذه الرياضة داخل المؤسسات التعليمية، ولما لا تنظيم دوريات خاصة بهذه الرياضة. أتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح، وشكرا.
لان 10 سنوات من الرياضه غتصبح اولمبيه، 10 سنوات كافيه كما سمعتي قبيله رئيس المرصد ديال التعليم ديال المدارس للسيد المتوكل بان بغينا ندخلوها للمدارس باش نصلوا كنموذج كالامارات الى ملعب في 2025 الى 26 يكون على الاقل 70,000 تلميذ. بغينا عندنا تبارك ما شاء الله ابطال داخل المغرب وخارج المغرب وما غنقصيو حتى شي حد كل مرحبا به. والحمد لله حنا في اطار تشكيل مكتب في بروكسل اللي غادي يكون المدير ديالو هو السي عبد القادر بوحيان، ومكتب اخر في امستردام اللي غادي يكون المدير ديالو هو السي مصطفى ظاهر، ومكتب في باريس ان شاء الله. هاد المكاتب شنو هو الدور ديالها؟ ان شاء الله عندنا واحد الجوله في من اللي غتبدا من 25 مارس باش غادي نحاولوا نديروا مكاتب تما اللي هي ما نقصيوش ولاد من النائب الاول ان شاء الله بحول الله هو السي حسن المعاني. وان شاء الله الحمد لله انا كان ما كما دابا الحمد لله انا رئيس الاتحاد العربي ديال رياضه الجيجيتسي البرازيلي غينوغي، ونائب رئيس الاتحاد الافريقي ديال نفس الرياضه، ومساعد وممثل رئيس الاتحاد الدولي عالميا. اذا هذه مكاسب لم تاتي هكذا، فاتت من نضال مستمر كما سمعتوا. وتنشكر لان ما كلا يسع المقام، ولكن تنشكر بزاف السيد الطربي العالمي الوزير الشباب والرياضه والسي مدير الرياضات مصطفى زروان والممثلين كلهم المديريات ديال الرياضه، لا السياسيين الاعراب القانونيين كلهم كانوا متفاهمين وجلسوا معنا ولقينا حل. والحمد لله جلسه واحده مع الوزير ختم معنا الامر وخرجنا، وتنعاود نجدد ليه الشكر مره ثانيه. شكرا سيدي الوزير لانك نفعتي البلاد ونفعتي العباد، وهذه الرياضه جديده واستجبتي الى النداءات والخطابات ديال جلاله الملك اللي نعاود في اللقاء ديال 2015 اللي كانت داف الصخيرات، تعطى الرياضه جديده، تعطاها فرصه باش تحقق ذاتها. وتنشكر الجميع وبارك الله فيكم على الحضور، واسمحوا لنا لا ميزانيتنا ولا هذا كنا ندير لكم شي حاجه افضل، ولكن الافضل هو ان يرفع راس المغرب عاليا. الله يكرمك وهذا من شكرا سي شكرا. كما تنبشركم بان الرياضه الجيجيتسيه ستعرض 2024 في باريس بالألعاب الأولمبية. على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى الديوان الملكي على إثر انتهاء أعمال الجمع العام التأسيسي للجامعة الملكية المغربية لرياضة الجيجوتسو البرازيلي والجينوغي، وانبثاق المكتب المدير التأسيسي المشار إليه آنفا، رافعين أيدينا بالدعاء لحضرة أمير المؤمنين بفضل جهوده وكفاحه ومنجزاته ببلدنا العزيز، وأقر عينه بسمو ولي عهده المحبوب الأمير مولاي الحسن، وحفظ كافة العائلة الملكية الشريفة. إنه سميع الدعاء قريب مجيب، والسلام على المقام العالي بالله ورحمة من لدنه وبركات. إمضاء رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الجوجوتسو البرازيلي والجينوغي جمال السوسي.